أسعد الله أوقاتكم أحبتي بكل خير، حياكم الله، تقبل الله صيامكم وصالح الأعمال إن شاء الله. برنامج وياكم برمضان يتجول بين مدن العاصمة بغداد والمحافظات العراقية. حطينا رحالنا اليوم في الفلوجة بمسابقة جميلة، بمسابقة تليق بهذا الشهر الفضيل، مسابقة الإنشودة الرمضانية. هذه الفعالية الجميلة التي جاءت في وقت مهم جداً، وقت إحياء هذا الشهر المبارك الكريم، وإحياء ضرورة أن يتسابق الشباب لهذه العبادات والأناشيد وقراءة القرآن. من الفلوجة بهذا الموقع حتشاهدون مسابقة جميلة فريدة من نوعها، ليست مسابقة ملك جمال ولا ملكة جمال، وليس مسابقة أفضل فاشينيستا أو غيره، مسابقة فيها من الإيمان الكثير. فحيا الله القائمين على هذه المسابقة والمشاركين والحاضرين. من الفلوجة نبدأ رحلتنا، فحياكم الله، ابقوا يعني. حياكم الله أحبتي المشاهدين، أهلا بكم مجددا بعد أن نوهنا عن مكان تواجدنا لهذا اليوم بهذه الحلقة المتميزة من الفلوجة، من مدينة الأكارم، مدينة المحبة والأخوة. فحياكم الله ونبدأ رحلتنا لهذا اليوم، ونبدأ الحوار مع الشاعر العراقي المحبوب الأستاذ محمد الشبر. حياك الله. مرحبا، هلا. حياك الله، يسلمك. شرفتونا اليوم بهذه الجيه الجميله بصراحه. يبارك فيك، الله يعطيكم العافيه. اليوم احنا يعني سعيدين بالصدفه اللي التقينا بيك. شكرا لك. انت زميلي قبل كل شيء. الله يحفظك، الله يعطيك العافيه. وعريف الحفل انت اليوم، الله يرضى عنك. ان شاء الله يعني هذه الاجواء ترتاح لها انت كعرافه جدا. الدنيا اخذت من عندنا شيء كثير، صح. ما دام شيء في مصلحه للاجواء العامه اللي تحبها الفلوجه، ليش لا ضير انه واحد يصعد ويرفع عن هذه العوائل اللي جايه، الناس اللي جايه، خاصه انه المسابقه فيها اجواء يعني طبعاً ايمانيه، طبعاً في شهر مبارك. لا طلع طبعاً، صح. اليوم هذه المسابقه اللي هي الانشوده الرمضانيه هي جايه من صلب المواضيع الايمانيه اللي تدعم شهر رمضان بصراحه. تلقى حتى العوائل، خاصة تدري أنت المجتمع الفلوجي مجتمع ديني، يحب مثل هذه الأمسيات اللي فيها نفحات إيمانية، فيها مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها دعم للمواهب اللي موجودة في الفلوجة، ولو احنا نشوفها أنها قليلة، لكن نتمنى أن في المستقبل تكون أكثر. زين أستاذ محمد، غزلت في هذه الديرة؟ اشتبت شيء غزلت في هذه الديرة؟ طبعا، أي الفلوجة نسمع شيء. يقول ينفلج خد الفرات برمشها الرضواني، من هدبها الناعس اللي ما رمق لها عوجه، بنت دكت بالمواقف شامت وعدواني، وزلزلت ارض المواقف واسمها الفلوجه. اللهم صل على الله يسلمك. اي خير وبركه. هاي الفلوجه اسم يعني واصل لاقصى. شوف، حنا كاهالي الفلوجه بغض النظر عن اسمها بكثر ما هي اصلا مزروعه داخلنا، ديرتك مرباك فيها، اصدقائك فيها، تربيت على طبايع كثيرة خلتك تكون مميز عن البقية بصراحة. يكفي انه تمشي بشوارع الفلوجة والله لا تسرع، يا هلا حياكم. هذه كلمة انا اسولفك استاذ محمد، بحكم انه جوال انا في مدن كثيرة من العراق، بالبصرة لما يشوفون لوجو قناة الفلوجة يرسلون الناس على فطرتها، يرسلون التهاني ويرسلون السلام والمحبة إلى مدينة الفلوجة. فعندما أذكر اسم الفلوجة في أي مكان من الكاظمية كثير السلام يوصل حبايبنا، فهاي مدينة لها حب غريب. مو بس هذه، أنت الحين لما أنا أسمع واحد من البصرة أعجز شنو اللي قدمني إياه، وكذلك لما كنا في الصحابة تذكر لما نروح البصرة يعجزون. شوف العراقي تركيبة عجيبة، العراقي جسد اسمه في كل المحافل، هذا واحد. اثنين، العالم استشفت شنو العراقي الحقيقي، خاصة في البطولات، بطولة البصرة لما صارت تعرفوا شنو العراقي، فهذه بحد ذاتها كافية. والله إني سعيد وأشكر الله سبحانه وتعالى في كل صلاة إني الله خلقني عراقي. يكفي، إي والله يكفي. احنا سعيدين بتواجدك. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. شكرا، نورتنا. شكرا لك. الله يعطيك العافيه، اتمنى لك التوفيق. يبارك فيك، نورتنا اليوم. يعزك، الله يرضى عنك. ولو اليوم اللوك طالع في اللوك، الله يرضى عنك. شكرا لك. شكرا، شكرا لك. شكرا. السلام عليكم استاذ، رمضان كريم عليكم ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. كل الهلا، شرفتونا. هذه المسابقات الرمضانيه، اليوم اهل الفلوجه رايهم بهذه الفعاليات مرحبين، شعورهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية سعداء جدا بوجود قناة الفلوجة مثل هكذا فعاليات. مدينة الفلوجة المعروف عنها اليوم هي
غنى الفعاليات الثقافية اللي تنظم. هذه المسابقة هي اعتادت فرقة مواهب أنه ينظموها سنويا خلال شهر رمضان. تعتبر هذه الفعاليات هي كدعم للمواهب والطاقات الشبابية اللي موجودة بالمدينة. حضور اليوم أنا كمدير بيت ثقافي في الفلوجة مساندين لمثل هكذا فعاليات. اليوم الحمد لله نشوف اليوم أكو تجانس بالأنشطة الثقافية الأنشطة الشبابية. كل هذا اليوم حتى نقول أنه اليوم مدينة الفلوجة هي مدينة محبة لرسول الله، مدينة غنية بالأنشطة والفعاليات الثقافية، ومدينة محبة للسلام. اليوم الفلوجة مو هي اللي قالوا عنها أنه مدينة الإرهاب، لا، اليوم هي الفلوجة وأهلها يحبون السلام ويدعون إلى السلام والطمأنينة. جيد، احنا ما تعرفنا باسمك الكريم. ماجد حامد قاسم، مدير البيت الثقافي في الفلوجة. يعني بيت ثقافي؟ البيت الثقافي تابعين وزارة الثقافة والسياحة والمسجل. نعم، دائرة حكومية نعتبر. شنو نشاطات هذا البيت اللي نستثمر بعد وجوده؟ بالتأكيد الأنشطة الثقافية اللي موجودة، احنا ننظم أنشطة كثيرة. المتابع للشأن الثقافي يشوف أن هناك حراك ثقافي كبير. نظمنا كرنفالات ثقافية، من ضمنها الكرنفال الأول والثاني والثالث والرابع. جيد. هذا في كل عام. في كل أسبوع لدينا ورش وأنشطة وندوات ثقافية، لدينا استقطاب للمواهب والطاقات الشابة، لدينا تواصل مع الاتحادات والنقابات الثقافية اللي تعمل ضمن مدينة الفلوجة. اليوم أكو حراك ثقافي كبير. إحنا مقبلين بعد يوم إن شاء الله عندنا حفل توقيع كتاب، نكون سعداء إذا قناة الفلوجة جت غطت هذا العدد ان شاء الله. سهلة. ويا استاذ احمد امير تتواصل ويا الاستاذ ان شاء الله، تاخذ لنا رقمه ان شاء الله تعالى. حاضرين. فاحنا بالنسبه لنا هذا اليوم التغطيه مالتكم هي جزء من دعمنا وجزء من شلون نقول الحماس اللي تعطوني اياه حتى نقدم الاكثر ونقدم أي شيء يخدم الامه الاسلاميه. حاضرين بالتأكيد. اولا ان شاء الله، والشيء الثاني اللي يخدم هذه المدينه حاضرين، ونعمكم الثقافه والادب. ونعمكم ما قصرون يعني. الله يحفظكم ان شاء الله. أهلا. سعداء أهلا جدا وجودكم. الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. حوارنا مستمر وحديثنا مستمر مع أهلنا بالفلوجة، وحوارنا مستمر مع كل الضيف علينا. ضيف كريم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. حياك الله. رمضان تقبل كريم. تقبل الله صالح الأعمال. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. الله يبارك. لهذه الأجواء الطيبة. يعزك. الأجواء المريحة بصراحة وبكل وضوح. إحنا في هذه الأيام وخصوصا في أيام رمضان وخصوصا في هذا الموسم، حاول أن يكون لرمضان أسلوب تأثيري في التغيير وفي التبديل. رمضان غيرني، ربما يكون رمضان بدلني، غير الأحوال وغير بعض الصفات الغير طبيعية أو الصفات السلبية بشكل عام إلى صفات إيجابية أجمل وأرقى وأحلى. اليوم مسابقة أنشودة رمضانية ما هي إلا وسيلة، ما هي إلا سبب للوصول إلى الانتعاش الفكري، صح التعبير، الانتعاش النفسي، وملء الساحة بقضايا ذات أهمية كبيرة. خصوصا الشباب في هذا الزمن يحتاجون إلى لغة، إلى لغة معاصرة، إلى لغة فن، إلى لغة فلكلور، إلى لغة يعني جمال، إلى لغة أو فلسفة ذوق عالية المستوى. لربما الجوانب الدينية تحتاج إلى تغليف حقيقي مناسب معاصر للأداء أو لأدائها بشكل أجمل وأحسن. ولذلك كانت هذه المسابقة، أتمنى على الصعيد الخاص وكذلك على كل الأصعدة، أن يكون هذا العمل أو هذا الأسلوب أو هذه النقطة أو هذه الخطوة بداية لخطوات أخرى، بداية لإنشاء يعني منتديات ثقافية عامة، منتديات ثقافية متنوعة تخص الإنشاد وتخص الجانب الفني والجانب الراقي في هذا المجتمع الراقي، ويبقى راقي إن شاء الله رغم ما كل الأمور والأحداث، يبقى هذا المجتمع راقي. ما تعرفنا على جنابك، عذر. أنا دكتور مهند العبدلي، باحث وأكاديمي. حياك الله دكتور. على عيني وعلى نعتذر رأس. الله يحفظك. دكتور، اليوم العوائل الكريمة الله يستر على أخواتنا. نعم. محبات لهذه الفعاليات الرمضانية؟ شوف عوائل محبة، عوائل فلوجية. شوف العوائل هي منين خرجت؟ خرجت من هذا المجتمع. نعم. المجتمع العراقي بعمومه، يعني فلاسفة علم الاجتماع أو علماء علم الاجتماع حددوا المجتمع العراقي بأنه مجتمع عشري، مجتمع محب. صح. مجتمع اجتماعي. اجتماعي عالية. محب للحياة. صح. محب للاندماجات الفكرية والثقافية. شوف مثلا في بغداد مثلا كثير من الفلكلوريات البغدادية يمكن ربما الآن اندثرت،
ولكن سبحان الله بمجرد ما ذكر بها الرجل خلينا نقول الكبير 60-50 يتذكر تلك الأحداث القديمة أو الفلكلوريات القديمة يحن. كذلك احنا عندنا عوائلنا بالفلوجة يحبون الإنشاد، يحبون مجالس الصلاة على رسول الله، يحبون المجالس العلمية، المجالس الثقافية الأدبية. دكتور شنو تعني المنقبة النبوية لأهل الفلوجة تحديدا؟ لأهل الفلوجة تعني إرث، تعني تذكير، تعني شوق، تعني رجوع للعالم الجميل. في ذلك العالم الجميل في تلك الأيام السابقات كان المنقب النبوي في الأفراح، في الأحزان، في الـ يعني المناسبات الكثيرة لهم دور ولها بصمة كبيرة جدا في هذا المجتمع. شرفتنا دكتور، شكرا جزيلا، احنا سعيدين بالحوار معكم، انا جدا سعيد بشوفتكم بوجودكم. شكرا لكم جزيلا، شكرا، حياكم الله. اهلا، السلام عليكم، حياك الله، رمضان كريم علينا وعليكم، صالح الاعمال، بارك الله فيكم، الله يحفظك، حياكم الله. قناة الفلوجة، فعاليات اليوم اهل الفلوجة حبين لها، حاضرين لها دائما، يرحبون بها، داولوها بالحديث بالسوشيال. والله يعني بالنسبة احنا اجينا من العاصمة العراقية بغداد. نعم، من بغداد. اي نعم، من بغداد. يعني كان هذا اليوم يعني المرتقب لنهاية المسابقة اللي اقامتها فرقة مواهب الانشادية اللي عنوانها مسابقة الانشودة الرمضانية. هذا الجانب يعني، وهذه يعني خلينا نقول الفن في الفلوجة ما شاء الله يعني على الطلاب مميز. اهل بغداد شفتوه مميز. نعم مميز، في بغداد او في بقيه المحافظات الاهتمام بهذا الجانب يعني للاسف قليل، ضعيف جدا، لكن في الفلوجه في ام المساجد يعني هناك انتماء وحب لهذا الفن ما شاء الله عليهم. بارك الله، جدا جميله، حياك الله، شكرا جزيلا، شكرا. اهلا وسهلا احبتي المشاهدين، حوارنا مستمر والفعاليه مثل ما تشاهدون يعني ناس مرحبة بها وفرحانة بهذا الجو الرمضاني الجميل، الناس مستمتعة بهذه المسابقات. مجموعة من الشباب يتسابقون على ذكر الحبيب المصطفى، فصلوا على الحبيب. السلام عليكم، السلام عليكم، حياك الله، رمضان كريم علينا وعليكم، تقبل الله صالح الأعمال إن شاء الله، منكم يا رب صالح الأعمال إن شاء الله. الله يبارك فيك. من فلوجة لو فلوجة؟ نعم، حيا الله فلوجة. هاي الفعاليات إلها إلها انتشارها، إلها رواجها بين الناس بالفلوجة؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأكيد هذا شيء تأكيد يعني مبادرات جدا جميلة من قبل فرقة المواهب الإنشادية، حصلت يعني على جدا نطاق واسع من محافظة الأنبار وعلى مستوى العموم من الفلوجة، من قبل العوائل، من قبل الشباب، أكو رغبة من ناحية التسجيل أو الالتحاق من قبل الإنشاد أو من قبل التشجيع، من قبل العوائل، من قبل الشباب. الأخ نعم، يعني اليوم أنا أفهم من كلامك أنه هذه مو أصبحت من الماضي، ما زال لا نعم موجود هذا الشيء وقاعد يتوارثه يعني أجيال، والحمد لله والشكر. إحنا ذيك أم المساجد سباقة بهذه الأمور، وإن شاء الله نطمح بأن تكون نحو التقدم نحو الأكثر أكثر بالنسبة لهذه المجال. يعني كان فترة زمنية نقول بسيطة فقدوا هذا في بعض الوقت، والحمد لله والشكر بجهود الأبطال وجهود الخيرين والطيبين بالمحافظة والمدينة، إن شاء الله ترجعوا أكثر إن شاء الله. إن شاء الله، حياك الله، جزيل الشكر. أحبتي المشاهدين، البارت الأول من حوارنا انتهى، البارت الثاني أعطيكم هذا الجمال المحمدي بصوت مجموعة من الشباب الذين يتسابقون بهذه المسابقة. فالبارت الثاني بعد للمتسابقين، نشوف الأصوات ونشوف مدى مقبوليتهم عند السادة المشاهدين أيضا. فحياكم الله أحبتي المشاهدين، من هنا أختم، ألتقيكم بحلقة أخرى في أمان الله. حيا الله هذه الوجوه الطيبة الجميلة الراقية الرائعة التي تجتمع لتسمع وتتفاعل، لأنه جمال الإنشاء وجمال القصيدة وجمال القول ليتفاعل الناس، ليؤثر بالناس. لأن الأنشودة بصراحة بكل أنواعها وبكل أصنافها نشيد جاء ليغير الإنسان ويضيف للإنسان ويعطي الإنسان قوة
إضافية إلى قوته الذاتية. حتى النسيم محمل أشواقي، وحمامة محزونة ماذا بها، سكتت عن التبريد في الإشراق. ألم البعاد عن الأحبة محنة، ألم البعاد عن الأحبة محنة، لا تنجلي حتى يكون تلاقي. يا سيدي طال الحنين إليكم، حتى متى يطوي الأنين ساقي؟ يحن الجذع للمختار شوقا، فما حال المتيم يا كرامي؟ وأمة أحمد تنسى حبيبا حبيبا إذا نادى المنادي في الزحام. هلموا يا أحبابي جمعا، صلوا على المبعوث ياسيني، صلوا على المبعوث ياسيني، قام الشريعة وظهر الدين. صلوا على المبعوث ياسيني، صلوا على المبعوث ياسيني،
قام الشريعة وظهر ديني. أمدح بحرمة آدم وحواء أبو الخلائق والبشر هو. نظرة علي يا أهل المروة طول الدجى ما غمضت عيني. صلوا على المبعوث ياسين, صلوا على المبعوث ياسين. ياسين اختارت نغمة ومقام مسهل, مسهل جمال, مو سهل. والتحسين مالته والترتيب مالته يراد لك كومة إحساس يملي هذا المكان كله. واللي سويته أنت كل مساحة من صوتك خليت بيه إحساس, هذه تنحسب لك. يعني مرات واحد بالصعدة بالميانة العالية يفقد الإحساس, مرات بالقرار يفقد الإحساس. لا, أنت اليوم سمعت إحساس حلو, شوفنا إحساس حلو من العلو إلى الآخر شيء. وكانت القصيدة موفقة, وأرقى شيء عند المنشد أن يعرف شلون يختار الكلام ويحط عليه النغم. وبارك الله فيك. بعد استاذ عليك فيك. الصوت لا غبار عليه, يعني نسأل الله أن يوفقك إن شاء الله. الوزن صارت عندك شوية زحفة بس دارتها. الله يرضى عليك أبو. الوزن يعني استاذ الوزن شوية زحفة ودارتها. يعني وزنه هو لا لا مو وزن ما شاء الله, الوزن الإيقاع يعني. الله يحفظك. بس ملاحظة بسيطة. بالجواب من تسعة جواب تحكم بالمايك, ابعد شوية فقط هذا. ومن تكرر على القرار طبعا اللي هاي شو الزان صوتي بس الجواب ابعد فوقي ان شاء الله. طبعاً سلام الله خير على الأداء والله يكرمك إن شاء الله. بديت مثل ما قال دكتور مهندس جمال البعد شنو؟ تمام. عندك تجهيزة بسيطة بين المقام وبين القصيدة, بسيطة يعني راجع أول إن شاء الله أفتح عليك. وبالنسبة للقصيدة أنا أتمنى يعني المتسابق أو المنشد بصورة عامة أتمنى يلقيها لقاء بدون ورقة. أنا أشوف رأيي الورقة تشتت المنشد, تشتت روحه قبل عقله. مو بالمسابقة يعني الأيام القادمة مسابقة أو في أي جلسة أشوف التليفون الورقة اللي أخذ من المنشد تشتت روحه, ما يكون مركز 100% فما يوصل إحساسه بصورة صحيحة. بحمي الغرام, بحمي الغرام فما عليك جناح بحق ما بحق ما تسعى لهم الأرواح بحر
Joe!